أيا سكتك النافورة ما قاعدة أيا يا 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 زكريا هز جماعتك الكل ويمشي غادي ويعشقوا ما قاعدة مي حاضر يا سي الفاتورة الفيتوريا بدي الفيتوريا عايشه هوني عايشكم أيا الناس كل هزوا لي كوستيم تاعكم وتمشيوا غادي ترتاحوا في الظل بظل إجا لهنا إجا يا زكريا شنو هذا الظل أنت مولا حين إحنا ما نطق ظل وين الأمن وين هو الأمن وين الشرطة وين وين الوحدات هكا جات الوحدة برك يا ولدي التاريخ راه عمره ما يذكر الشعوب اها استنى عايش وليدي التاريخ راه ما يذكر كان الملوك والامراء والشعراء التاريخ مش يذكر ليك التاريخ مش يذكر ليك اشكون حفر السيف واشكون كركر الحجر واشكون عنا الحيوط واشكون دفع عن المجدة ديز يا رجل هي بفينة تعديت والناس كل تبعوها بالزواج وكل خطوة بحسنة بيك علينا قام سعده خرجت الحضارات كل في جرته رمان على رسمانية وراف رسيز قضية فلسطينية قضية فلسطينية باهي هيا ده اتفضل تعديه بس اتفضل هيا فلسطين عربي فلسطين هيا بره تعديه تعدى سيدك فلسطين عربي فلسطين عارف تعدى بركة تعدى بركة فلسطين عربي طوف اختبي عربية ولا حرام فلسطين طالب زي وكرامة زيادة التلمازين ظهرت من غير عيا خدموا المفورة شعلوا مضوار عيا عيا شعلوا مضوار زهرتوا يا نساء عيا عيا شريك عيا شريك عيا اختبري يا دليل يا مزين هالكمو لبنى يا ماما فلسطين عربي بدال ماما بدال ماما فلسطين عربي كمونين انا فلسطين عربي كمونين فلسطين بدال ماما فلسطين عربي بدال ماما فلسطين عربي بدال ماما فلسطين عربي بدال ماما تلفون احنا مشاو ما غادي على فسح على شلينا بالغدره معناتها والكياسات الكياسات اللي عاودناها مش جد يمشوا حرام والزر والأشجار اللي طلعناهم من هنا والإسلام زرعناهم هنا يمشوا شماتة والدهينة والطبيب يمشي الزباه ولا أعلاك أعلاك هذا المخرج المسرحية محمد علي أمناد وفرت لي هالفرصة الثانية للقاء بهذا الجمهور العزيز جمهور تونس طبعا شكرا ما تصبحون على خير أبنى عدو الزهير وينج محمد علي مرسي الانتاج الجديد